بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبابي وأبنائي طلاب الصف الأول الإعدادي، معا في درس جديد من دروس القراءة بعنوان هيا نشجع بأخلاق كريمة. أحبابي طلاب وطالبات الصف الأول، كلنا نعلم أهمية التشجيع، وكلنا محب لفريق معين. وجب علينا أن نعرف الطريقة الصحيحة للتشجيع السليم، وأن هناك فرقاً شاسعاً بين التشجيع والتعصب، وننظر إلى أحب الألعاب هي لعبة كرة القدم. ما مكانة كرة القدم في نفوس الناس وما الدليل على ذلك؟ لاحظ عزيزي الطالب أن كرة القدم تحتل المرتبة الأولى عالمياً في جذب قلوب الناس وعقولهم، والدليل على ذلك حديث الناس عن كرة القدم في كل وقت وكل حين. ما أهم البطولات في عالم كرة القدم؟ هناك بطولات عالمية مثل بطولة كأس العالم، وهناك بطولات قارية مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس الأمم الإفريقية وبطولة أمريكا اللاتينية. لماذا تقدم منظمة الصحة العالمية الكثير من النصائح لمشجعي كرة القدم؟ تقدم منظمة الصحة العالمية النصائح لمشجعي كرة القدم بسبب المخاطر الصحية الكبيرة التي تنتج عن التعصب الكروي وليس التشجيع، لأن هناك فرق شاسع وكبير بين التعصب والتشجيع. لذا نضرب هذا المثال ونضرب هذا السؤال: ما المقصود بالتعصب الكروي؟ ومناصرة الشخص لفريقه وتشجيعه له بشدة لدرجة أنه يرفض هزيمته أو هزيمة فريقه، مما يؤدي إلى كثير من الأضرار الصحية بسبب الحزن الشديد في حالة الهزيمة، أو الفرح المفرط فيه المفرط الشديد بسبب الفوز. ما الذي أثبتته الدراسات حول التوتر والانفعال؟ أثبتت الدراسات أن الجو المشحون بالتوتر والانفعال الزائد أثناء المباريات يزيد من إفرازات هرمون التوتر في الغدد الصماء على الدورة الدموية، وهذه الهرمونات تعمل على ضبط مستوى السكر في الدم، وكذلك تعمل على ضبط ضغط الدم. كيف يؤدي التعصب الكروي إلى السكتة القلبية؟ التعصب الكروي يؤدي إلى زيادة سرعة ضربات القلب وتجلط الشرايين، وهو ما يسبب السكتة القلبية. وضح كيف يسبب التوتر الشلل النصفي والعجز. التوتر الانفعالي الزائد أيضاً يصيب بعض الناس بالشلل النصفي، كما يؤدي إلى العجز العصبي، وتكثر هذه الأمراض للأشخاص الذين يعانون من تاريخ وراثي في مرض السكري والقلب. والتاريخ الوراثي أن يكون له أب أو جد أو عم أو خالة أو أم لديهم هذا المرض. ما أثر التعصب الكروي على المجتمع والفرد؟ بالنسبة للفرد، يسبب التعصب الكروي الكثير من الخسائر لدى الأفراد بسبب جلوس بعض مشجعي الكرة يخصصون أوقاتاً طويلة لمشاهدة المباريات على حساب أعمالهم ومعيشتهم. وبالنسبة للمجتمع، يسبب التعصب الكروي الكثير من الفوضى والعنف بسبب تعصب كل فرد لفريقه، مما يؤدي إلى كثير من المشاجرات حول نتيجة المباريات، وقد حدثت بالفعل كثيراً. ما الأمراض التي
يسببها التعصب الكروي. يسبب السكتة القلبية عن طريق زيادة سرعة ضربات القلب وتجلط الشرايين. التوتر الزائد والانفعال الذي يؤدي إلى الشلل النصفي والعجز العصبي. كيف نقضي على التعصب الكروي؟ كيف نقضي؟ يكون القضاء على التعصب الكروي عن طريق ممارسة الرياضة دون تعصب، مثل رياضة المشي، لأنها تهذب الأخلاق، أهم حاجة الأخلاق، وتنشط الجسم والعقل. ما أهمية ممارسة الرياضة دون تعصب؟ تهذب الأخلاق وتنشط العقل وتنمي الروح الرياضية، مما يجعل الإنسان يؤدي مما يجعل الإنسان يتمتع بالصحة الجيدة والأخلاق الحسنة. بما أوصت منظمة الصحة العالمية بالبعد عن التعصب الكروي، لأنه يؤدي إلى الانفعال والتوتر الزائد، وهما خطران على جسم الإنسان. هذا وبالله التوفيق، فإن أحسنت فمن الله، ومن وإذا أسأت فمن نفسي والشيطان، وأسأل لكم التفوق دائما، والله معكم مع الامتياز إن شاء الله رب العالمين.